السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجميع. كل عام وانتم بخير، وانت وتقبل الصحة الله والسلامة. طاعتكم، وعيدكم مبارك جميع. وأنا بتكلم إن شاء الله بموضوعي، بس الأخوان ما شاء الله أبو علي وكابتن كليكر وبصلوح ما خلوا لنا شيء نقوله، وهم أساتذة وأنا بالصف الأول، يعني أنا بأولى ابتدائي عندهم وهم أساتذة. أسأل الله أن يبارك في حلالهم ومالهم والجميع يا رب. أبو راكان، أول شيء أمسي عليك، وأنا وعليك والجميع. حبيبي، وأنت مو من الصف الأول، لا تذكر عمرك، أنت ما شاء لا الله. لا أنا بقول أبولا لا بقوله لا لا، ما شاء الله، أنت يعني عالم في باب اللوري ما شاء الله، وتهجينه، وبالعكس إحنا نفتخر إن عندنا شخص بالكويت قاعد يشترون منه إخواننا من دول الخليج، تهجينه أول بأول، فمعناته أنت متميز في مجالك يا أبو اللهم راكان. لك الحمد، أنا متميز بمعرفتكم ووجودكم، الله يرحم والديك أنت والتميز هذا والمتابعين بحد ذاته يا أبو والداعمين كلهم راكان. لي. شوف حتى أبو يوسف يقول لك لا تتواضع أبو راكان، عرفت شلون؟ عندك المايك يا أبو راكان. الله يعطيكم العافية وقواكم الله. أنا بتكلم إن شاء الله، ما راح أطيل عليكم في الكلام على أساس لا تتعبون. أول شيء أبي جيش اللوري يرفع إيده. حلو حلو حلو، جواكم الله. اول شيء انا ارجع واكرر اعرف بنفسي، اخوكم الصغير طلال الكندري براكان، انتج جزء من الطيور الناطقه اللي هم الامازونيات، الكاسكو، الكايكات، اللوري، الكويكرات، البيبي متو، الدره، النيبالي، ولكن شويه ملت بقوه نوعا ما الى اللوري. يا اخي احبه. انت ايش فيك متضايق؟ فيك شيء؟ انا اي احب اللوري. انزين اليوم يا ابد اخوان مو متضايق، فديت عمرك، عساكم انا دوم يا جماعه انت، شاب كان موجود تحت، يتفضل. عساكم دوم انت والمتابعين، عساكم دوم ان شاء الله ما تشوفون الضيقه يا رب العالمين. حبيبي بركون بعد راسي بصلوح حبيبي، نبي نتكلم اليوم، قلنا طال عمرك عن سلوكيات اللوري. طبعا انا ابي انوه يا اخوان بخصوص سلوكيات الطيور، انا لما اتكلم بواقع تجربتي الشخصيه وملاحظتي الشخصيه للوري، معناه كلامي انه ممكن اخطئ وممكن اصيب، وخلوا الخطا فيني اكثر من الصح، لاني انا ما زلت اتعلم واتعلم، ولا راح اوصل الى حد الكمال، والكمال الله سبحانه. السلوكيات بصلوح، انا دائما اقول بالنسبه للوري، السلوك الطير يرجع الى لونه. سلوك اللوري يرجع الى لونه. على سبيل المثال الرينبو لوري، طبعا ارجع واقول هذه ملاحظتي لسلوك طيور اللوري اللي انا ربيتها وهجنتها وما الى ذلك. عندنا الرينبو الشخصيه بالضبط. اي نعم يا جماعه، يعني إيه نعم. لا فت ابو راكان، لا لا هذه لا. من باب تجارب شخصيه، واعتبروا معلوماتي غلط اكثر من الصح، اي معلومه تاخذونها مني. سلوك اللوري يرجع، او انا اقدر اقيمه من لونه. اليوم عندنا الرينبو لوري اللي هم الرينبوات، الريد كولاريد، السوانسون، الجرين ناب لوري، الرينبوات بشكل عام دائما طيور اجتماعيه بشكل عام. حتى لو نروح اماكن تواجدها في الطبيعه او تجمعاتها، راح نشوف ان هي طيور فيها فضول وحب للاستطلاع، ولذلك كثير دول نروح لها ونشوفها في اليوتيوب او المواقع بالانستغرام، نشوف الناس تحط لهم صحون مرات بالايد او قريبه منهم، فيهم الاكل وفيهم، والطيور تتجمع. هي طيور طبيعيه في الطبيعه، الطيور تتجمع. لاحظوا الانتشار الاكثر لهذا التجمع والسلوك الاجتماعي من اللوري، الرينبو لوري فقط. هذا لا يعني باقي الطيور ما فيها اجتماعيه، ولكن انتشار الاجتماعيه في طيور اللوري فقط الرينبو لوري بكثره، ما نبي نقول فقط، بكثره. انزين اليوم بصلوح الناس تقول لي عندي طيور لوري ما تعض وتلعب مع اليهال، وانا اخذ رينبو لوري. طبعا ولا قصرا في باقي الطيور يا اخوان، اليوم قاعد نتكلم عن اللوري وسلوكياته للتوضيح. فيقول لك عندي اللوري زين ولعوب وحلو معاي ومع البيت واجتماعي، ولو اغير مكانه نفس الطريقه. هذه غريزه او فطره في اللوري وفي سلوكه. طيب يدق علي واحد يقول لي براكان عندي لوري هادي وسنين عندي، صار يعض، صار يروح يطب على البنات، يطب على الصبيان، يطب على العيال، يبيع. لا، هذا
اليوم لازم تعرف في بعض الأمور تغيرت بالطير هذا. رقم واحد، قرب الطير للجهوزية للإنتاج. على سبيل المثال يجي واحد عنده لوري من عمره خلينا نقول أشهر، وصار اللوري عنده في البيت 3-4-5 سنين، يقول لي براكان لوري صار عمره 5 سنين وأنا مربيه وهو فرخ الحين قاعد يعض، شنو السبب؟ أقول له الطير قرب على الإنتاج أو جهز للإنتاج. سلوك الطير مو أنه يعضك يكرهك أو ما يحبك، لا، صار في نوعا ما من العنف لأنه صار في تطورات داخلية في جسم الطير أصبح الآن غريزته. أسهلها عليك براكان، دخل مرحلة البلوغ. بالضبط. إحنا عيالنا الشباب بس يدش ال 14 سنة يتنرفز، يصير شيطان، يتنرفز، يعصب. بالضبط. عسى والديك طول بالك دش مرحلة البلوغ كذي، هذه ناس قاعد تصير مع الطير. بالضبط. عسى والديك والجميع بالجنة. كلام سليم. إذا هذا اللوري. إنزين، يقول لك أنا عندي أزواج لوري شريتها طيور حق إنتاج، لما نبطل عليها الصندوق أروح لها بالقفص إتي. نرجع نقول لك هذا الكلام يرجع لغريزة الطير وفطرته الاجتماعية اللي هو جبل عليها أو يعني خلق عليها. طيب، هل معناته أنا أفتح الصندوق وأستانس لأن الطير قاعد يجيني ويبياكل مني إذا كان للإنتاج؟ هذا غلط، وغلط كبير، لأن الطير معاك اجتماعي بس راح يتم في فطرته وفي غريزته يخاف على الطيور، ممكن يكسر البيض، ممكن يذبح الفروخ، ممكن يذبحهم. لما أقول مو معناته يأكلهم أو يطقهم، لا، ممكن يذبح الفروخ ما يوكلهم أكل خوفا عليهم، يصير عنده سلوك أو ردة فعل سبحان الله غريزية بالفطرة. إنزين، هذا بالنسبة حق الرينبو لوري. بصلوح عفوا، في سؤال على الرينبو لوري قبل أن ننتقل حق لوري ثاني؟ أنا مطفي الكومنتات الحين. لا، منك. مني أنا؟ اي، ولا تبي نروح كومنتات شوي؟ كيفك الامر عندك طال عمرك؟ لا، عندي سؤال، متى يدخل اللوري بعمر الانتاج بشكل عام؟ هل من لون، لان انت تكلمت على الالوان براكان، فانا السؤال اللي سجلته على النوت، هل يفرق من لون للون؟ يفرق بصلوح، بس احنا خلينا نقول الرينج او المتوسط مالهم اللي هو من 2.5 إلى 3 سنين. هذا ما يعني ان الطير ما استحاله ينتج بسنتين، لا. قبل شوي ابو علي الله يجزاه خير قال عندنا قاعده وعندنا شواذ. القاعده بالطيور تقول من 2.5 إلى 3 سنين انت طيرك جاهز تحطه ويصير فيه انتاج باذن واحد احد، اذا كان طبعا توفرت شروط الانتاج السليمه اللي ذكروها الاخوان قبلي. الصحن السائل اللي نشوفه بالتجمعات هذا اللي انت قلت عنها اول شيء، هل هو نفس الاكل هذا ولا عسل؟ لا، بس في ناس يحطون عسل، في ناس يحطون السكريات الطبيعيه يذوبونها مع ماء، في ناس يحطون الاكل العسل. السكريات نفسها بشكل عام ما تاذي اللوري، ما مش السكريات الطبيعيه، لا حد يحط لي سكريات مصنعه وصناعيه ويقول لي طيري مات وتعب، لا، الطبيعيه، المشتقات الطبيعيه، المشتقات الطبيعيه. ايوه بالضبط، عندك المايك. انزين، الحين خل نروح. انا طبعا بصروح ما بيتكلم عن كل اللوري لان عندنا فوق ال 120 نوع من اللوري، فراح نتكلم عن انواع بسيطه اللي اكثر خلينا نقول انتشارا عندنا في الكويت او في الخليج واللي موجوده في البيوت. خل نروح على الريد لوري. لاحظ الريد لوري من اللون الاحمر. بصروح بشنو لاهي لو سمحت؟ والله قاعد اسجل عشان اسالك والله. اضحك معاك، والله اضحك معاك. خل نروح على الريد لوري. الريد لوري نلاحظ لونه شنو؟ اللون الأحمر، لون ناري، فبطبيعة الريد لوري طير حار، طير ما أنا بنقول العدوانية، الشراسة نوعا ما أو اللعب بعنف عنده أكثر. وكثير ناس يقول لي براكان أنا عندي لوري كنت أعسه وكبر شوي وصار فيه عض خفيف. عض الخفيف هذا أمر عادي، ما تقارنه بالرينبو لوري. أنا بصلوح أرجع وأقول التحليلات والسلوكيات هذه أنا لاحظتها على طيوري وعلى إنتاجاتي وعلى الطيور اللي أعسها والطيور اللي أربيها والأزواج عندي. هذا بالنسبة حق الريد لوري. طبعا الريد لوري طبيعته حار مثل ما قلنا، فبالتالي سلوكه نوعا ما شري راح يكون أكثر، وخوفه وحرصه من الناس نوعا ما ايضا راح يكون اكثر. انا قاعد اتكلم بمجمل بشكل عام، هذا مو يعني لما واحد يكون عنده طير مثل ما يقولون هنا عندنا او المصطلح احنا نسميه حمامه انه ما يعض معناته لا. خلي الطير يكبر راح تشوف العدوانيه، خاصه لما يوصل سن البلوغ شوي راح تشوف العدوانيه اللي فيه اكثر من اللوري الرينبو. بالتالي ايضا الريد لوري
شعوره وخوفه على البيض وعلى الفروخ اقوى بمرات من الرينبو لوري. فبالتالي حتى لو كان الزوج ربوه، اذا ما شعر بالامان، اذا شافك قاعد تبطل الصندوق عليه، اذا شافك قاعد تقرب من النثيه غيرته زايده عن الرينبو لوري، عادي ما يعطي عياله فروخ، عادي يكسر البيض. وهذه وايد تواجه الناس. الريد لوري بطبيعته طير سلوكه عدواني، نوعا ما، ما ابي اقول عدواني اخوفكم منه يا اخوان، بس اقصد نوعا ما اشرس من اللوري الرينبو براس نعاره يعني. ايوه وارد الامر هذا. هذا بالنسبه حق الريد لوري. عمر البلوغ نفس الطريقه، من السنتين ونص الى 3 سنين. عدد البيض اللي قطه اللوري بيضتين المتوسط، احيانا يصير 3، هذه شواذ ما نتكلم عنها. اللي يصير عنده 4 بيضات، في بيضه مو مخصبه او الله رزقه، وايضا هذه شواذ. اللي طيوره تقط كل مره 4 و5 بيضات ويقول لي ما ينتج، انا راح اقول له عندك نثيتين، تاكد من الفحص. موسمي اللوري بصلوح موسمي، بس اذا فتح بالانتاج وارتاح على مكانه، اذا سحبت فروخه بسرعه راح يعطيك 3 و4 و5 بطون بالسنه، طبعا على حسب سحبك وايام عمر سحب الفروخ. وانا ما انصح انه يصير ضغط على اللوري، لان مناعته وجهازه الهضمي مختلف نوعا ما عن باقي الطيور. واجهتك مشاكل بالتهجين؟ تهجين شنو؟ الريد لوري؟ لا، بالالوان اللي قاعد تشوفها المميزه والجميله اللي عندك. الله يرحم والديك. بصلوح واجهتني مشاكل في تركيب الازواج، بس يعني شيء لا يذكر. يعني انا على سبيل المثال لما اركب الريد لوري مع الرينبو لوري، الريد لوري يكون في قلت لك شطانه او في عدوانيه اكثر. فاذا انا ابي اوالف الزوج على بعض، لما احطهم يم بعض بدال لا اخليه على سبيل المثال 10 ايام الريد لوري، اخليه 2 أسبوع أو 3 أسابيع عند النثيه، او عند، او اذا العكس نفس الطريقه. الذكر طبعا انا احرص اكثر، اخليه عند الزوج، ولما نحطهم مع بعض كاميرا شغالة أو أنا ألاحظ من مكاني أشوف سلوكهم. إذا حسيت في عنف، لأن العنف وارد من الريد لوري، أشيل أعزل الطير مرة ثانية وأحطه بقفص مرة ثانية من يم النثية. هذا بصلوح الشيء اللي بعض أو نوعا ما واجهته فقط. في بعض سؤال، هاي الأسئلة اللي قاعد أكتبهم للجفيت. تمام تمام. إنزين ننطلق اليوم حق، أو نرجع نروح حق البلاك لوري. البلاك لوري إيه ينتجت، اللهم لك الحمد بفضل الله سبحانه، ودخلت بتهجين البلاك لوري بعد. البلاك لوري بصلوح طير أسود، ودائما يقولون الأسود شنو؟ نغمة القلب. لا بعيد الشر عليك من غمتة القلب. دائما الأسود ملكي. يرد عليك العود. دائما يقولون الأسود ملكي. الريد لوري أو عفوا البلاك لوري أنا أشوفه مختلف عن باجي اللواري اللي هم الريد والرينبو. طير رزين، طير ثقيل، يعني حتى لعبة تحس قاعد تلعب مع شخصية، تحس قاعد تلعب مع طير يفرض نفسه. طبعا حجمه أكبر، البلاك لوري حجمه أكبر من الريد وحجمه أكبر من الرينبو لوري، فتحس قاعد تلعب مع طير أو قاعد تربي طير ثقيل، طير رزين بسلوكه وبشخصيته. لعبة ما راح يكون بالدفاش اللي في بالك، راح يكون في رزانة، راح يكون في ثقل. اللي لاحظته بصلوح قدرة البلاك لوري بالملاحظة، ملاحظتي أنا قدرته على الكلام نوعا ما أقوى من باجي اللواري. أيضا هذه ملاحظة مني ممكن تكون خاطئة يا أخوان. البلاك لوري تبطل على صندوقه إذا كان تحت بيض أو فروخ، ينحاش من مكانه وما يدافع، عكس الريد لوري. الريد لوري راح يدافع وراح يهجم، لو لابس شنو ما تكون لابس راح يهجم، ممكن ما يضرك بس راح تشوف عنده دفاع مستميت، راح يدافع عن راح يدافع عن عشه، وراح تشوفه يتخلى عن النثيه بسرعه، راح تشوفه يتخلى عن الفروخ بسرعه، يوخر عادي ما عنده مشكله. هذا البلاك لوري. هذا البلاك لوري ما في عدوانيه بصلوح، يعني قليل يحضرني بلاك لوري يقولوا لي عض او يقولوا لي صار عدواني، قليل سبحان الله. حتى اذا راح موسم الانتاج الربوه المتوالف، قليل بصلوح يصير في عدوانية. طير راكد 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 لأبعد حد. يعني تنصح الناس باقتناء البلاك لوري أكثر من بقية اللوريات؟ لا، في حال في حال في حال ت...
توفر والاختيار موجود يعني. إذا الاختيار موجود ورغبة الشخص أبي لي طير لوري بس أبي طير شوية ثقيل أو رزين أو أنا ما يلعوزني دائما ونشيط، أنا أقول له البلاك لوري راكد. طبعا البلاك إي طبعا البراون لوري نفس الطريقة أبو صلوح، الستيلا لوري نفس الطريقة، يعني أنا بقول بعض الأسماء، البراون لوري، الستيلا، البلو ستريك لوري، اليلو ستريك لوري نفس الشيء. هذا الرينبو أقزمهم صح؟ لا الرينبو في أنواع الرينبو، في اللي هو الجرين ناب رينبو، في السوانسون وفي الجرين ناب. الجرين ناب اللي يصير صدر أبو عبد أبو خالد أبو صلوح أبو بليول، يصير صدره أحمر مخطط بأسود مثل لون النمر تقريبا. هذا أصغرهم حجما، كأني أشوفه يصير مشلوب نوعا ما اللي صدره مخطط. أكبرهم تقريبا حجما، طبعا لما نقول أصغر حجما ملاحظة يعني ما تكون ملاحظة واضحة لا، أنت لما تقارنهم مع بعض راح تشوف هذا أصغر. أكبرهم حجما أو أكثرهم يعني ضخامة شوية بالحجم، ما بيقول ضخامة علشان لا تصير الكلمة بهالقوة عند الناس، اللي هو الريد كولاريد لوري، اللي هو اللوري الرينبو اللي صدره يصير أحمر أو برتغالي، وفي خط بالرقبة أيضا أحمر أو برتغالي، هذا الريد كولاريد لوري. بس اللي عندي شنو اسمه براكان أنا؟ هذا يلو بايبد لوري، بس هم ضخم ما شاء الله. هذا ضخم بس لا، أنا أوريك البلاك لوري إن شاء الله إذا مريتني، أوريك البلاك لوري وأوريك مقارنة مع الحمام حجمه. ما شاء الله تبارك الرحمن. إيه البلاك لوري طير ضخم، خاصة طبعا إذا أنت غذيت وعطيت وباشرت الطير بشكل سليم. طبعا هذه كل الطيور ولكن أضخمهم في الحجم. هذا بالنسبة حق البلاك لوري، تمام؟ أنا يا أخوان قاعد أعطي معلومات بسيطة اللي أنا أملكها، وراح إن شاء الله إذا بصلوح أعطانا مجال وصار في مجال نفتح شوية الأسئلة راح أجاوب بقدر المستطاع بالمعلومات اللي عندي. هذا بالنسبة حق الأسئلة من الحين ولا أنت كيفك براكان؟ لا خل الله يرحم والديك، حتتك أنت تسلسل فيها على ما تبي. الله يرحم والديك، العشر دقائق اللي خذيناها منك تبي نعوضها. عليكم بالف عافيه. والله يا ابو صلوح اني يعني استمتعت معاكم في الحديث وما قصرتوا. ابو علي كان يعني طرحه ومعلوماته، ابو علي ما شاء الله ارتكازه علمي بعد اكثر مني، انا ترى يا اخوان بدائي. انزين خلونا نروح من البدائي ما شاء الله تبارك الرحمن. ابو صلوح بديت عمرك. لا والله يا ابو صلوح انا اقول الحق، العين ما تعلن الحاجب. اللي قاعد يطلعون في حلقات وكلام والله انهم في محل النفس واساتذة، واكسب واتعلم منهم الكبير. انا قاعد استفيد منكم والله. الله يرحم والديك. انا هاوي وعد روحي من الهواء، يعني اللي لي خبره بسيطه انا قاعد استفيد منكم. الله يرحم والديك، ان شاء الله كلنا نفيد ونستفيد باللي عندنا، وانا عود من حزمه وباذن الله نكمل بعض. والله يقدرنا على فعل الخير للناس وكل اللي يحتاج المعلومه ويحتاج اي شيء في هذا المجال. انزين ننتقل بصلوح حق الكاردينال لوري، هذا يمكن ما في انتشار قوي في الكاردينال لوري، اللي هو يعني قريب من الريد لوري، لونه يصير عنابي بصلوح او احمر داكن. خلينا نقول دش الكويت. اي دش الكويت، انا عندي منه ودش الكويت. الكاردينال لوري حجمه نوعا ما مقارب للريد لوري. حلو. سلوكه ايضا نفس سلوك الريد لوري. اي عدواني شيطان شوي، يصير في عض حركي هايبر. ايوه بس في حنان على البيض وعلى الفروخ، دفاع حتى الموت ما شاء الله. يعني انا اللي لاحظته يا اخوان عند طيوري، لما ابي اروح اشيل فروخ الكاردينال لوري، لما بروح اشيل الفروخ او ابطل الصندوق بصلوح، يعني انا اكون ماخذ احتياطاتي لان الطير عادي ما يهجم على ايدي، يهجم يطق على طول الويه، على طول يطق الويه، على طول الويه. فأنا دائماً أخذ احتياطاتي، وطير حنون على عياله وعلى البيض بشكل خيالي. تبطل لو الطير وحشي تبطل عليه، أيضاً أرجع وأقول تجاربي يا أخوان، تبطل الصندوق إذا قاعد على البيض يدافع، ما تشيله عن البيض، يعني لازم تشيله، راح تشيله بطريقة راح تعاني معها، راح تتعب معها. هذا بالنسبة حق الكاردينال لوري، اللي هو قلنا الكاردينال لوري يا أخوان اللوري اللي يصير نفس الأحمر ولكن لونه عنابي نوعا ما أو داكن. اي نعم. انزين خل نروح على الدسكي لوري. في بعد مسبق أسود براكان يصير؟ لا
لا لا هذا 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 البلاك وينج لوري، انواع وايد بصروح اذا راح اتكلم فيها يعني، يعني في بعضهم انا ما املك معلومات امانه دقيقه عنهم. يلا تنتجهم كلهم يا براك، الله يرحم والديك باذن واحد احد ان شاء الله. خنروح على الدسكي لوري. الدسكي لوري اللي هو حجمه متوسط نوعا ما، سلوكه طير شيطان وطير عنده الكثره تغلب الشجاعه، وطير عنده اذا دخلت عليه طير غريب وما عجبه بمزاجه ما عجبه بصلوح راح يطقه لما يكسر جنحانه ويموت. اذا دخل عليه طير، اذا دخلت عليه طير لو لوري دسكي اذا ما كان يعرفه ودخلت عندي نسية، عندي نسية ودخلت لها ذكر وما عجبها راح تطقه لين يموت، راح تطقه بصلوح لين يموت، راح تشوف هواش قدامك حتى لو كانوا حتى لو كانوا وحشين ما راح يخافون منك، راح تشوف هواش وصراخ قدامك. هذا الدسكي لوري. الدسكي لوري انا لما ابي اركب ازواج بصلوح اكون حذر فيهم، عادي اخلي النثيه يم الذكر لمده شهر معزولين ما يشوفون طيور ثانيه ما يشوفون لواري ثانيه، ولما ادخلهم في قفص او قفص الانتاج الاحظ وبدقه مره مرتين وراح يضبط معاي هذا الامر. انزين اذا ربيتهم تربيه جماعيه، اذا ربيتهم تربيه جماعيه راح يصير عندك البقاء للاقوى. أوه. اذا دخلتهم يعني الباجي البقاء للاقوى. ايوه اذا دخلتهم في قفص ما هو مناسب، يعني انا عندي قفص مثلا مترين في مترين دخلت فيه على سبيل المثال 20 زوج لوري، هو صحيح يشيلهم القفص بس راح تشوف في عندك طق، وخاصة إذا دخلت عليهم وهم كانوا متوالفين مع بعض ودخلت عليهم طير غريب بصروح من تقط الطير عندهم اللوري الديسكي لوري الغريب عنهم الدخيل عليهم راح ينزلون جماعي كلهم يطقون الطير يطقون الطير لما يموت عصابة هذول يعني. أيوة بالضبط بالضبط. أما إذا توالفوا مع بعض أجمل منهم ما في. يعني الحين أنا لو عندي محمية نفترض فيها 4-8 أزواج، ما من عندي ذكر واحد من الأزواج ما دخل ذكر، لا ما تدخل ذكر على طول، تأخذ ذكر يا طويل العمر تحطه بمحميتك، بس تحط الذكر بقفص داخل محميتك. إيه. خلي الطيور يتعرفون عليه ويتعرف عليهم، خلى شهر لين يتقبلونه. إيه لما تشوف الطيور فوق قفصه يتقبلونه يجون يمه كذي طلع الطير، لازم تميزه، طلع الطير وهدى معاهم ولاحظ راقب، إذا شفت قاعد يطير معاهم ووضع طبيعي أمورك طيبة، إذا شفت راحة وطارة وهجوم عليه ويبي يطقونه لحق شيل الطير ورده مرة ثانية بالقفص. شوية هذا الديسكي لوري نوعا ما اللي تعبني تركيب الطيور فيه. عدائي. زين. أيوة عدائي مع الطيور. وزين خلنا نروح على نروح على يا طويل العمر البلو ستريك لوري اللي هو اللوري الأحمر اللي جسمه مخطط في اللون الأزرق وويها مخطط باللون الأزرق. بلو ستريك لوري. البلو ستريك لوري أنا أسميه طير شايب. شايب. أنا أسميه طير شايب بين قوسين. ها الطير في شلون حين شلون أبي أشرح لك أو أبي أقرب لك إياها على نوع من الطيور ولا قصورا فيه. الحين شايف الأكليكتوس بصلوح، لو تجيب لك زوج الأكليكتوس للطيور طير تشوفه هادي صح ولا لا؟ أنا طيب. أنا ملاحظتي يا أخوان ما أدري ممكن الناس يعني تخالفني في الأمر، بس أنا دائما أشوف الكليكتوس طير يعني هادي، خاصة لما تحط أزواج طير نبيه يبي ينتبه يبي يشوفه هادي. البلو ستريك لوري نفس الطريقة بصروح طير هادي، وإذا ما يبي ينتج ما راح ينتج، ما راح ينتج لو مو تحط له خانة يعني لو تحط له اللي تحط له إيه ما في، وطير بليد تروح له ما يطير بسرعة يتحرك على كيفه بارد بارد، بس إذا أنتج راح يونسك. على كل حال من بد اللواري البلو ستريك نوعا ما نوعا ما في عسارة بالإنتاج طير حذر. إيه البلو ستريك شوية عسر، يعني إذا أنا مثلا زوج لوري أخذ منه بالموسم 4 بطون على سبيل المثال هو يعطيني بطنين طبعا هو بليد اكيد بيعطيك بطنين. ايوه اي انا قاعد اقول طبعا تغريبي يا اخوان، وهذه ارجع واقول لتجاربي الشخصيه بصلوح اللي انا جربتها.
يعني انا قاعد اتكلم هذه تقريبا الطيور اللي نوعا ما انتشارها شويه كبير بالكويت. انتاج اللوري ممكن ينتج، انا بصلوح عندي لوري بلو ستريك مواليد 94 ينتج، حجله صك 94 ما لحد شاء الان الله ينتج. بركان. انا يوم من الايام كان عندي زوج زين، ايه والله العظيم ولا كنت اعلم انه هو زوج للامانه، طيب يعني شوف لاي درجه. حطيتهم بقفص، قفص الكاسكو نفسه، ايه قفص الكاسكو نفسه، قفص وكنت النقل باكل تقصد؟ الكاسكو المتنقل اللي هم ايه 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 يقولوا لي، ايه وانا احط لهم طاسه ماي واخليهم يتسبحون بطاسه الماي. فبعد فتره بركون صارت عندي مثل ظروف بالعمل وكذي، فبالي شوي صار فيه اهمال من ناحيه الطيور، يعني يا دوب اكل تمام. وماي وامشي، اكل وماي وامشي. بعد شهر لقيت ان طير من الطيور قاعد بالطاسه مالت الماي نفسها، فعبالي ايه متعور في شيء. دخليت يطقني بالجناح، دخليت يطقني بالجناح، ارفع فيه بيض، تمام. خليته على حالها على وضعها، ما غيرت فيها ولا شيء، جو البيت المكيف امورها طيبه. تمام. فرخت، ايه لكن ما الله وفج، بعد ما فرخوا الفروخ فرخين بعد يومين ثلاثه تقريبا ماتوا، تمام اتوقع مال درجه حراره زياده عليهم او شيء. ممكن. وهالحكي طبعا قبل، انت قاعد تسولف يعني قبل 10 سنين، اللي للحين مو داشه سالفه مثل ما تقول وعي بالعس وما العس اللي احنا ايه نجيب ونحط، وهذه الامور هذه مع انها هي قديمه بس كخلفيه عندي هذه. هل ايه يعني انا اللي بوصل لك اياه، اذا هم وايد سهلين كذي انتاجهم انه انتجوا بقفص كاسكو، هل من الممكن اذا في واحد يبي يفرخ بهذا القفص ينفع ولا لا؟ ينفع بصلوح عادي ينفع، بس انا ما ايد الشيء هذا، لان بصلوح انت الطير ما راح ياخذ صحته الكافيه، يعني ما راح يقدر يطير او يحرك جنحانه على راحته، ما راح يقدر، يعني خاصه اللواري بصلوح من الطيور اللي يعني نشيطه اللي اكتف هايبر يعني فيها، احنا الطيران نسميه مهم، طيران مهم الطيران، او بالجناح. على الاقل الرفرفه بالجناح بصلوح، او الرفرفه بالجناح، وهو اللواري بصلوح من الطيور المتسلقه، يتسلق يلعب، يحب يدور يتسلق ويلعب، بس الرفرفه بالجناح مطلوبه. انا قلت وتكلمت من قبل عن طريقه تجهيز اقفاص اللوري، ما في ضرر اقدر انتجه بالاقفاص هذه، ولكن انت خليك كريم مع الطير، راح الطير يصير كريم معاك، والطير راح صحته تصير افضل ويعطيك عمر اكثر، هذا كله شيء باذن الله راح يفيد الطير بشكل مستمر. في اسئله بعد بصلوح؟ يقول لك ابو علي منور يا ابو راكان، ابو علي نوركم نوركم كلكم يا بعد راسي حبيبي. فالحين راح نخلي باب الاسئله مفتوح حق الجمهور، لان الجمهور قام يزفنا ابو راكان. يقول والله يامرون امر، وابرك الساعات اللي عندي كله لهم، ويسمحوا لنا اذا قصرنا او اخطانا في معلومات اتعلم بيني منهم وبينك كلهم. اكثر واحد مستفيد انا، قاعد اسالكم من تحت الحزام، انا كله قاعد اسال 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 ابرك اسال. الساعات ساعتك ابرك، سلم عليكم علي الحداد ايضا ونعم حياك الله الناس اللي الحداد. انت الجو هذا. بركان، هلا وغلا. ان شاء يعني هذا السؤال ان شاء الله يكون شخصي من اخ لاخ، وين ان شاء الله راح نشوف بركان؟ خلينا نقول طبعا العلم عند الله سبحانه وتعالى، لكن كطموح انت بعد 5 سنين ان شاء الله كانتاج لوري. بصوح انا طموحك بركان. طموحي اطلع لوري البينو من تهجيناتي بصلوح. في شغله انا اقولها من خلال الحساب، انا لو عندي جهه او مؤسسه حكوميه بالكويت، مع الاحترام لجميع المؤسسات الحكوميه، من خلالها اقدر اوثق انتاجي، واتوقع هذا الشيء يمكن انا قاعد اتكلم بصوت الكثير من الناس، اقدر اوثق انتاجي، والله راح تشوف شباب الكويت فيهم ابداع، انا اقولها وانا مسؤول عن كلامي، والله يصنف عالميا. هذا المشكله بس الحين يكون في احنا جهه داعمه، انا لما انتج لوري اليوم هجنت لوري، مو مهجن بالعالم، على سبيل المثال
يا أخي مهجن بالعالم، بس الناس ما هجنت، ما طلعت التهجين هذا. أنا هجنت اليوم على سبيل المثال لوري، طلعت لون جديد، أبي أسمي اللوري بوراكان، أبي حماية حق اسمي، حقوق محفوظة، أبي أحط له سايتس على سبيل المثال، أبي أحط له جواز، أبي أحط له شيء باكر الشخص، أي شخص إذا أنتج نفس التهجينة مجبر إنه يسمي الطير هذا، إذا بيطلع له الأوراق أو ما إلى ذلك مجبر يسميه بالاسم اللي أنا حطيته، حقوق محفوظة على قولتهم. فعلاً صارت ويانا بالكويت براكان، في شخص هني بالكويت أنتج نوع مكاو من جيل ثالث زين، وحب إنه يسوي يعني يطلق عليه اسم، فعلى ما صارت المشاكل والتواصل مع مواقع أمريكية وكذا وكذا، سبحان الله خلال شهر شخص ثاني أنتج ويا يعني كان منتج بنفس الفترة، فرق بينهم شهر وتم إطلاق اسم حق الشخص الأمريكي قبل الكويتي. شوف شلون هو اللي قبله، ليش التسمية على الاسم الأمريكي؟ لأن إحنا براكان عندنا فعل إهمال من هذه الزاوية، ف وايد وصلوح الأسئلة حق الجمهور. يلا سؤال بالنسبة مني لك، درجة حرارة القرفة المناسب للإنتاج كم تكون؟ بركون، حاول إن كثر ما تقدر تخلي الإجابة سيمبل عشان نقدر نغطي أكثر كم الأسئلة، من 25 إلى 28 29 28. حلو، بركان بقيت مقاس قفص الإنتاج؟ ما في مقاس، أنا ذاك اليوم قلت دائما تكبر القفص على الطير، الطير صحته أفضل وإنتاجه يصير بإذن الله أجمل. القفص اللي ذكرناه اللي هو الأبيض بصلوح اللي قياس خلينا نقول 60 في 40 في 40، هذا مناسب. كثر ما كبر القفص خير على خير، عدل أفضل خير على خير. بركان عندي زوج ديسكي لوري وقاطين ريش بالخانة وكله بالخانة، إيش كثر يأخذون وقت عشان يبيضون؟ مو شرط يقط ريش معناته ان الطير جاهز، قاعد يقط ريش يمكن قاعد يشوف المكان ادفه وعليه موسم تغيير ريش، غالبا اذا الطير كان جاهز ودخل الخانه وقاعد يجهز المكان خلينا نقول اسبوعين المفروض انه يبيض، طبعا هذه بتقدير الشخص او صاحب الزوج نفسه. هل الفرق بين الرينبو لوري والريد كولر بالحجم واللون بس، ولا في اختلاف بالشخصيه الطير؟ لا الرينبوات شخصياتهم كلها نفس الشيء تقريبا، بس روح انا ما قاعد الحق اقرا التعليقات فانت ساعدني يعني فيها. اي لا عندي الموضوع لا تحاجة. الله يرحم والديك. حلو، يقول لك عندك اللوري الاصفر براكان؟ لا دش الكويت. دش الكويت بيردوينج يابا. يقول لك كفو الالبينو وان شاء الله تقدر. كفوكم الطيب يا الغالين يا بعد راسي. زين انا انتجت اول هجين لوري بقفص كاسكو بتكييف البيت. عادي يصير. شنو الهجين اللي انتجته؟ ابو عبد الله بيردوينز يقول لك للاسف ما تصدر الكويت سعدات سايد. اي والله اي والله نعم صاج يا ابو عبد الله. يقول لك فوليت نكد مع فويلت نكد. فويلت نكد صحيح يصير. الفويلت نكد هو احمر فيه سواد او لون كحلي شويه على الجسم كامل يكون. بركان شنو بركان الأزواج المنتجة شنو طريقة تقديم الأكل لهم طول الموسم؟ أنا ذكرت بالفيديو السابق بصلوح حلقة سيدنا هذه. إيه لا ذكرت بالفيديو السابق على الإنتاج والتغذية. التغذية أنا دائما أقول أنصح البودر مال الطيور ما في حب مخلوط، البودر مال الطيور مع التنويع الغذائي، اليوم برتقال باكر تفاح أنت وكرمك مع الطير، تنويع غذائي. لحد يعني سبانخ وايد حق اللوري يرفع الحديد يفجره. إيه؟ عندي سوانز لوري أقدر أحط أكثر من زوج بالمحمية؟ تقدر تحط أكثر من زوج، تقدر تحط بس لا تحط لي مترين بمترين، لا تحط أزواج بعدد كبير، وحاول لما تدخلهم مكانهم تدخلهم مع بعض وصناديق الإنتاج أكثر من عدد الأزواج. أنت قلت أنك تربي درة، بعد هل تربيهم في محمية خارجية؟ لا محمية إنتاج خارجية أقفاص داخلية مروحة هواء. أنا كله إنتاجي في أقفاص داخلية. هل تقدم فيتامينات للوري أم غذاء اللوري يكتفي؟ لا أنا بالنسبة لي حق اللوري ما أعطي فيتامينات بصلوح، عدا المالتي فيتامين حق جميع الطيور اللي عندي اللي هو الفيتامين المتنوع وتنويع بالأغذية فقط، هذا بالنسبة حقي أنا باللوري. والله لك الحمد الإنتاج وصحة الطيور بفضل الله سبحانه طيبة. سؤال جميل يا براكان، يعطيك العافية يا براكان. الله يعافيك. بالنسبة لزوج اللوري عندي أول بطن لهم فرخين كان وضعهم أوكي، وثاني بطن لهم ثلاث بعد ثلاث أيام
وذبحوا الفرخين وشكرا يا المبدع. يعني سؤاله يقول كان عنده فرخين وباضوا، يوم باضوا ذبحوا الفروخ. طبعا قتل الفروخ او ذبح الفروخ هذا لازم يكون فيه له اسباب انت تحاول ترجع لها، لان الطيور عندك مرات بصلوح الزوج ما في عنده تغذيه صح قاعد يله، فما يوكل الطيور بالقدر الكافي. فالفروخ انت تدري في بدايه اعمارهم والايام الاولى يحتاج تغذيه مستمره من الام والابو، والتنويع الغذائي ايضا يساعد في نمو الفروخ. ومرات الزوج يكون خايف بصلوح ابطل عليه الصندوق كل يوم يومين، الزوج خايف ما يروح يعطي فروخه او يوكلهم الاكل الكافي، فبالتالي يمكن يموت ويمكن ما يعطيهم حتى اكل. تنويعك الغذائي يرجع ايضا على صحه الطيور، انت تحط نفس المقدار حق الزوج لما يفرخ هذا غلط، الزوج يحتاج مقدار اكثر من الاكل لما يفرخ. حلو، شنو الفرق بين قيس المرزوق وصالح الجمعه؟ اثنينهم بمحل النفس وحبايب قلبي. قاعد اتحرك يا ابو خالد بس. يقول لك تركيبه البلاك كاب مع براون لوري تنصح ولا لا؟ مو انصح، جربها. انا ركبت يلو بايد لوري مع ديسكي، جرب جرب، عندك الامكانيه لطيور متوفره جرب. والله ابي اتعلم من الكل، انا هذا الشيء اللي احبه بصلوح، جرب والف الطيور على بعض جاهزين وجرب ابدع. حلو. طبعا بصلوح في شغله لازم يعرفونها حتى باوروبا ودول برا، مفتاح التراكيب باللوري والتهجين المفتاح الرينبو لوري. انا بالكويت هني اللي جامع كل الالوان تقريبا. اي انا بالكويت هني عانت برا اوروبا بكيفي، عانت اوروبا ما خليت الرينبو لوري مفتاح، قاعد اهجن بروحي تهجينات انا قاعد اركبها. هم طبعا ياخذون بناء على ابحاث، بس ممكن الابحاث هذه تكون نظريات كتابيه، لكن كافعال ممكن تطبق اشياء ثانيه اجمل بالضبط. من اللي هم خذوها بالضبط بالضبط. يقول لك بالضبط تنصحني اضيفهم كانتاج واضمهم للامازونيات، هل انتاجهم فيه شقف مثل الامازونيات؟ سؤالي شخصي يا حبيب قلبي يا ابو راكان. انا دائما الامازونيات بصلوح احب اعطيهم خصوصيتهم، يعني اذا بحط امازونيات احطهم بروح او انصح بهالشيء احطهم بروح. مو قصده كذي براكان، قصده هو عنده شغف في انتاج الامازون، تنصحني اني انا انتج لوري، هل اللوري فيه شغف؟ اللوري فيه شغف وحلو، بس تغذيته غير عن الامازون بصلوح. في شغف وجميل وتتشوق، وخاصه لما تدش بالتهجين وتركيب نوع على نوع راح يصير فيك فضول اصلا متى اشوف الانتاج. متى تشيلهم الفروخ؟ انا اشيلهم اسبوعين الى ثلاث اسابيع حسب تغذيه الطير، تغذيه الزوج للفروخ. لما ابطل بعد يكون انتاج، ينفع يكون انتاج، بس عوض عاد انت بدائل الشمس حق الطيور بالفيتامينات والامور هذه. بغيت حساب ابو علي ما عليكم امر، حاضر دش على الاكاونت نفسه راح تلقى حساب اخونا ابو راكان وحساب اخونا ابو علي موجود، وايضا حساب ابو كامل موجود، وبحساب ابو يوسف بارد ديلر، وايضا عندنا ابو عمر ان شاء الله من السعوديه، وان شاء الله كم ما نسيت احد. يعطيك العافيه. في جوز في تكبيس لكن تاخر وما باضت النثيه. لازم هذا طبعا الشغل هذا او الامور هذه بصلوح بالنسبه لتزاوج اللوري مقاربه حق باقي الطيور. ممكن الذكر لحد الان مو جاهز، ممكن الذكر او يكون مشحم، ممكن النثيه ما عندها كالسيوم بقدر الحاجه، وتكلم عنها وسبقوني فيها الاخوان ربعنا ابو علي، وتكلم ايضا فيها جنرال مكه بالطيور، وتكلم ابو علي. لازم في عندك مشكله، اما النثيه مو جاهزه او الذكر مو جاهز او الازواج ما عندهم الخبره، وهذه وايد نواجهها بصلوح بالازواج اللي تكون من هي فروخ ربوه وندخلهم على بعض، الزوج يكون ما عنده الخبره الكافيه. اصبر عليهم بس قدم لازم تشوف مشكله، الذكر مشحم، في امور لازم تشوفها، اذا كانت موجوده وكل شغلك كامل في انتاج باذن الله، بس اصبر عليهم. شو الفرق بين اللوري جل واللوري نكتار وشنو افضل الانتاج؟ لا الجل واللوري، الجل والنكتار نفس الشيء حق الانتاج. انا بالنسبه لي الجل يقول لك مرات اللي يحضرني انه اضيف له ماي يصير نفس التكون الجيلاتين او الجلي، يكون حلو حق اللوري. بس انا بالنسبه لي طبعا الشركات اللي مسويتها هذه انتجتها وسويت الاغذيه هذه حق اللوري بناء على دراسات
يعني هم أفهم مني بآلاف المرات، ولكن أنا لما تسألني شنو أفضل، أنا أخذ البودر أو النكتار وأخذ أخليه بروحه وأخلي يمه صحن الماي، اللوري هو يأخذ حاجته من البودر ويبلله في الماي. الفرق ما في فرق، اثنينهم نفس الشيء، هذا حاطينه جل محاكاة للوري أو لأغذية اللوري، ونفس الشيء البودر محاكاة لطبيعة اللوري. أول شيء مسي عليك جنرال مكة، يقولك على راسي يا براكان. الله يطول عمرك يا الغالي حبيبي، راسك سالم الله يرفع قدرك. العسل مفيد للوري؟ أوه العسل جميل، بس أنا بصروح ليش ما أشدد على هالنقطة؟ لأن ما بالناس تروح وتشتري عسل بعشرين وثلاثين دينار الكيلو وخمسين دينار ويقول لي براكان وايد مكلف. لا، العسل تقدر تحطه مفيد جدا، الطبيعي مو العسل اللي هو الصناعي أو اللي فيه مواد حافظة، الطبيعي. أحط لي قفشة صغيرة على حسب الطير اللي عندي، على سبيل المثال أنا الأزواج طبعا مرات بصلوح أنا أشتري عسل سدر أو عسل أي نوع، أعطي مثلا بالأسبوعين أعطي قفشة الشكر، قفشة التي سبون اللي هي قفشة الشاي، أحط لهم مع ماي دافي، أخلطها 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 كذي بحيث يصير طعم الماي حالي بنسبة قليلة، واللوري يمزج ويستمتع فيه ومفيد جدا. العسل يعني فوائد ذكرت بالغرام. يقول لكم براكان مو تجيبون شكر وماي دافي تخلطونه؟ لا، بصلوح كم دينار بصلوح يصير هذا. انا اسوي مرات كذي، بس متى؟ اذا لا قدر الله يوم اضطريت ما عندي اكل، يعني انا مضطر جدا اسوي شيء بسيط. لا تحط شكر مع ماي وتقول اللي يحب الطير اي شيء راح تقطله حالي اللوري راح ياكله. شلون اعرف البيضه فيها جنين؟ نفس ما اجي للطيور، فحص البيض. انا بالنسبه لي بصلوح هذه اختنا تتكلم بشكل عام، يعني اي انا بصلوح ما امانه ما افحص البيض اذا في جنين ولا لا، غالبا يعني ما تعطيهم المده مالتهم انتهى. اعطي المده مالتهم انتهى خلاص. حلو. في ليتات مخصصه للفحص وهما، بس انا ما اسوي هالطريقه امانه. نبي براكان بعد حلقه ياخذ راحته، تامر الامر. والله كل اللي عندي لكم ان شاء الله. اذا توني ماخذ طير ويايبه مكان جديد، ايش كثر يبي له على ما يتعود على المكان وياخذ راحته؟ وتكلم عن الديسكيلوري ياخذ، هو طير يقصد حق الانتاج ولا طير ربوه على اساس؟ والله خلينا نقول اذا بصلوح، خلينا نقول اذا ربوه الطير اللوري حاله حال باقي الطيور. عطى انا بالنسبه لي عطى اربع خمس ايام اسبوع، خلينا نقول بالكثير خله بمكانه وبعدين راح ياخذ على الوضع، مو تغير مكانه كل شوي، لا خله بمكانه. اذا بالنسبه لزوج لا، عطى شهر عطى شهرين والتوافيق من الله، بس علشان ياخذ على المكان. في واحد كاتب لك يا ابو راكان التمر الطبيعي يعطي منه يوميا. يصير عادي ما في ضرر ان شاء الله التمر، بس لا تصير لا تعطي يوميا، لان التمر اذا ما كنت غلطان فيه حديد او نسبه حديد، الحديد شويه مضر للوري. حلو. عندي زوج لوري مره ينتج ومره باض وما خصب. باض وما خصب ترجع حق الذكر، يعني بعد ما لا هو قصده ان انتج اول مره اللي بعدها ما خصب. ارجع حق الذكر، ارجع حق الذكر، غيرت مكانهم ما غيرت، ارجع حق الذكر. ذكر اللوري هل مشحم؟ هل قاعد ياخذ فيتاميناته؟ هل قاعد ياخذ تنوع غذائي؟ هل حاجته واموره طبيعيه؟ ولكن هذا امر وارد يحصل، بس لازم نرجع حق الذكر في يعني الدرجه الاكثر. عن الحداد، هل الفاكهه مفيده ولا لو احط لهم طول الاسبوع؟ اوه جميله جدا الفاكهه، بس الحداد والجميع كلكم، الفاكهه في فواكه تختلف يعني خلينا نقول تنتهي صلاحيتها او 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 تتعفن من درجه لدرجه بالفاكهه. فانت لما انت بتحط فاكهه حط فاكهه، بس لا تخليها فتره طويله، ونوع بالفاكهه وتعب لازم اي اكيد تعب على الفرش. انا ما اقول لك الفاكهه بصلوح اللي هي المعلبات هذه فيها مواد حافظه مضره، بس انا اقول لك لازم تحط الاكل اللي قاعد يصنع للوري من الشركات، لان في مواد وفي امور وفي احماض وفي فيتامينات اللوري ما راح يلقاها بكل انواع الفاكهه، فحط اكل اللوري. البابايا جميله جدا حق اللوري، هديه شيقه للوري البابايا والعنب. حلو. السلام عليكم، هل طبع الرد لوري او طبع لوري رينبو مثل الرد لوري؟ لا، قلنا احنا الرد لوري شويه في شويه في شرانيه اكثر او شطانته اكثر من الرينبوات. عندي لوري انتاجي بعد موسم ونص بدا بالقتال من بينهم، هل السبب
تهيئ الانتاج وخصوصيه بالمكان. ممكن بدأ شنو قال شنو بدأ شنو بينهم؟ بدأ القتال، بدأ القتال عادي، يتلاشطون. اذا منتج الزوج عندك من قبل مو مغيره الامر وارد. احيانا النثيه تكون مو جاهزه او فيها تعب، والذكر يكون فيه حراره زياده، عادي، هذا مو قتال، هذا نوعا ما الذكر يبي يحاول يخضع او يفرض شخصيته على النثيه. حلو. اخر سؤال، انه باقي ويانا دقيقتين براكعان، يقول لك كلمه تقدمها من يقدم البقوليات للوري. لا، انا ما انصح تقديم البقوليات للوري الا اذا انا اقول لك مثلا بالشهر تعطي نسبه بسيطه، بس ما انصح بصلوح البقوليات حاره على اللوري. اخر دقيقه، يقول لك ابو عبد الله بيرد وينجز، شلون يطلعون الطفرات الصفراء والقريبه؟ هل خلل جيني ام تركيبات معينه؟ وعندك دقيقه و19 ثانيه، روح. تركيبه اللوري الاصفر مو يعني، هي شوف التركيبات ما في جدول او كالكوليتر نفس باقي الطيور، او لا، اللوري يتهجن، يدخلون الاوليف على الرينبو وبعدين يسحبون عياله ويدخلونه نفس طريقه الاجيال مالت المكاو. بصلوح اذا خلص اللايف على الاقل ابي دقائق اشكر المتابعين، بعدين قاعد خليني اتكلم بسرعه بسرعه، ما يصير. اقول لك شيء نقول وندش ولك ابرك الساعات. ابرك يلا. الساعات يلا. الله يطول عمرك وعاذر تامر. ابرك الساعات عندك، ابشر بالعوض، ابشر بالعوض، عفا عليك. لا شرط بالبيت، مو برا البيت حبيبي، موجود. شنو كنا نقول بصلوح؟ بالنسبه لتهجينات شنو تهجينات اللوري؟ اللوري ما في لا على انا حد يعني بحثي المتواضع، ما شفت لا جدول مخصص للانتاج، ما شفت له جدول مخصص او كالكوليتر على اركب النوع الفلاني مع اللون الفلاني يعطيني، ولكن الاجتهادات قاعده تصير على الرينبوات كمفتاح، والاوليف هيد اللي هو الراس الزيتوني بدرجاته، ويركبون العيال على الام او على الابو، وبالتالي تطلع الالوان هذه. وباذن الله باذن الله باذن الله اذا توفرت عندنا طيور وقدرنا ندخل طيور وقدرنا ندخل، والله وبالله باذن واحد احد ومن خلالكم اقول راح افرحكم بانتاجات. اسال الله ان يبارك لنا ويبارك لكم فيما تملكون. حصري ها عند بصلوح تامر، احنا لا. قلنا ذاك اليوم حصري عند بصلوح، ونزلنا الحصري عند بصلوح. لا والله لا عمي، قول عسى الله يرزق الكل والجميع، وان شاء الله نشوف انتاجك على اياكم يا رب. نبي انتاجك من كثر ما هو قوي. بيرد وينكس بعد ما يبكون كونيور، ايش رايك بصلوح؟ لا لا لا، مو كونيور، لوري. كفوك الطيب يا عبد الله والجميع. بصلوح في واحد يسالني وين محلق، شو الوضع؟ زين والله، طيب، مية مية، تسلم. حبيبي، كلمه اخيره حق الجمهور بركون. كل الشكر لكم، وانا من هذا او من هذه الصفحه اوجه شكر وكلمه شكر قليله في حق الاستاذ اسامه العنزي، ابو عبد الله صاحب محل واكاونت بيرد وينج، وجميع الطاقم المشرف الحقيقه اللي مكملين لبعض. اشكر بيرد وينج والمتمثل فيه شخص ابو عبد الله اسامه العنزي، اتاح لنا الفرصه من خلال هذا الاكاونت بان احنا نعطي ما عندنا وما نملك من معلومات بسيطه ومتواضعه للناس وللمتلقي، ونسال الله ان نكون عند حسن ظن الجميع. شكرا لكم، ونعدكم باذن الله في حلقات قادمه، والقادم افضل باذن الله، ونقاشات. كل الشكر لك بصلوح، كل الشكر لك بصلوح على هذا الحوار والنقاش الجميل. كما عهدناك، مذيع متالق، حوار شيق وحوار متالق، ودائما تعطي من تحت الحزام، وانا لك بالمرصاد، عندي درع كامل لك. تدري ليش ما طلع بيرد وينجز ويانا؟ ليش؟ خشمه احمر منشول. الف لا باس، طيب وطهور يا ابو عبد الله. شفته باللايف امس او اول امس، شفته يعاطس ما يشوف شر ان شاء الله. بس عجبني باللايف ماله، تدري ليش؟ ليش؟ قاعد يتكلم باللايف ماله ولايف شغال بتليفونه الثاني، يعني اي عسى الله يعطيه العافيه. الله يعطيكم العافيه بصلوح، سامحنا والمتابعين الكرام يسامحوني على القصور ان اخطيت او قصرت، واي استفسار بصلوح من خلالكم، واذا تسمحون اتشرف في اي سؤال سواء على الواتساب او على الانستغرام،
اي سؤال وفي اي وقت متاح لكم، وكل اللي عندي لكم باذن الله، وعساني ما بخلت عليكم ولا راح ابخل عليكم باي معلومه عندي باللوري او غير اللوري. انا اتلذذ اتلذذ يا ابو راكان اذي ابو خالد قيصر المرزوق. اوه ابو خالد حبيب، بس اعصابه بارده ترى، ها انا ما اشوف انه يعصب ملك. اي يعجبني هذا الشخص صراحه، الله يهدي الله يحفظه حق اهله. اتمنى ان اعصابي مثل اعصابه طويل بال. الله الله يثبته، الله يثبته وسيع صدر. قال السؤال الحين قيصر المرزوق الله يحفظه اسمر عدل، ايه اذا انتشل يبين. ايه لا 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 ما بصلوح بصلوح كفوكم الطيب. إيه؟ كفوكم الطيب يا الغالين، الله يعطيكم العافية وسامحونا. كويت بيرد يقول لي اخوي ليش تحب اللوري؟ احب اللوري، احب الطيور كلها. يا فديت عمرك، عساكم كلكم تضحكون يا رب، الله يسعدكم دائما. تقدر تدق وتقدر تكلمني بالواتساب وتقدر تكلمني بالسناب. عليك هذا بدق عليك بيعطيك النافية الحمراء. اوه بصلوح ابي والله قاعد ادور تك. هذا هذا هو دق عليك كل اللي النديه الحمراء صيده كل اللي لك دق ابرك الساعات. انت مو عادي تدق انت، انا اقول لك تكفى دق علي. ابرك الساعات والله العظيم يا بصلوح، بالجميع اللي يبي دق يبي استشاره يبي اي شيء اقدر واملك المعلومه فيه والله تم من العيون الثنتين وعلى هالخشم باللواري او غير اللواري اللي عندي كله لكم. يا جماعه كلمه اخيره، شكرا لجميع الطاقم اللي افرحنا وادى، وان شاء الله ما نكون قصرنا حبايب القلب. وانا طبعا طبعي غير عن ابو عبيد الملك، انا شوي عندي روح الفكاهه وعندي اللقاف اقطع كل شوي مع لا 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 لا. ايش قاعد تاكل؟ قاعد اشرب ماي تكفى. اوكي زين. وسامحوني اذا انا طبعا يعني ما اعطيتكم حقكم بالاسئله، لكن لازم نسوي شيء عشان نشوقكم وتقولون نبي براكان مره ثانيه، نبي فلان مره ثانيه. والله كل لكم والربع كلهم ما يقصرون. بيرد وينجز يا جماعه، دام ان احنا قاعد نتكلم من هذا المكان الجميل، ترقبوا مفاجآت ابو عبد الله بيرد وينجز مع عوده ان شاء الله للطيور بعد الحظر باسعارها القديمه الجميله. يعني يا نعم. جماعة الخير بقبال باذن واحد احد. زين في معايير انتاج؟ اكيد في معايير الانتاج هي في قيس ان شاء الله. قيس راح ادق عليك من زمان مو متناجرين انا وياك ان شاء الله. شكرا جميلا جزيلا والله يا ابو راكان. جميلا انت استمتعت بالحوار وياك فديت عمرك وانا اكثر. ولا كثور ابو علي ولا كثور في ابو عمر، لكن ابو عمر مرت الساعه كالبرق، مع ابو علي مرت الساعه اكثر. معاك يا ابو راكان ما احس بالوقت يا بعد عمري. الله يجعل والديك بالجنه ولا كسور بالجميع، كلكم على راسي وحزام بار واتعلم منكم. اي استفسارات واسئله بصلوح ارجع واقول كل تحت امركم وكل اللي عندي لكم. شكرا ابو عبد الله، شكرا الطاقم طاقم العمل كلهم. عبد الله الفلتاوي من الناس المنتجه في عالم البغبغاوات، طبعا هذا حسابه من الناس ايضا اللي عندها فايده كبيره، لكن عنده خجل امام الكاميرا ما يقدر يطلع. منتج دخله نكسر الخجل دخله. اي للامانه يعني انتج حتى طفرات بالمكاو، طفرات جميله بالمكاو من ربي يبارك له. ثلاث ساعات كان معنا الله يعطيه الصحه والعافيه. شكرا جزيلا لكم كلكم. جيران المكه ابو عبد الله خلوني اروح اكل لقمه، الجردي مالي بلش. عليك بالعافيه وقواكم الله، والى اللقاء القريب باذن الله، ونستعدكم الله الذي لا تضيع ودائعه حبيبي.